السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عباره على فطائر اللي كنوجدوهم هكا الفطور في رمضان، او كنوجدوهم حتى في الكوتي في الفطار، علاش لا، وكيجيو ساهلين وبساط وبحشوه اقتصاديه. بسم الله، انا غادي نبدا معكم هنا المقادير. هنا كندير واحد 350 غرام ديال الدقيق الفينو، وكندير 350 غرام ديال الطحين الدقيق الابيض اللي كيكون من نوعيه جيده. وغادي نجيب كندير هنا واحد جوج معالق ديال الزيت نباتيه، وغادي نجيب الملح حسب الذوق. كندير هنا شويه ديال السكر، عشويه سكر سنيده، وكندير واحد المعلقه ديال الخميره الفوريه. صافي، وانا غادي نعجنها هنا في العجانه. نتوما اللي بغيتو تعجنوا بيديكم راه كتجي ساهله، لان كترخفوها شويه صافي وكتدلكوها. هنا انا كندير 5 دقائق بحال هكا كتكون معجونه. صافي، بعد ما عجناها غادي نحطها في واحد الاناء وغادي نغطيها، كنجمعها بحال هكا ونغطيها شويه كتخمر شويه، غير نص ديال الخميره. صافي، غادي نمشي نوجد الحشوه، كنحطها في واحد المكان اللي كيكون دافي. هنا في الحشوه عندي شويه ديال الكفته، عندي واحد 150 غرام ديال الكفته، ولا ما كايناش الكفته تقدروا ديروا الدجاج. عندي القرعه، عندي فلفله حمراء، عندي بصله كبيره مشلضه، عندي فلفله خضراء مقطعه، عندي جوج حبات ديال الجزر او خيزو، وعندي هنايا القزبر والمعدنوس. صافي، وغادي نجيب واحد الطنجره، انا كنرمي هنا كلشي في مره، كنديرهم يتشحروا على عافيه متوسطه. صافي، غادي دابا نبدا نتبل. هنا كندير الزيت البلديه او زيت الزيتون، كندير واحد 3 المعالق كبار، كندير الملح حسب الذوق، وكندير هنايا شويه ديال الابزار، راس المعلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود، الكركم او الخرقوم البلدي كندير معلقه، سكنجبير كندير نص معلقه لان ما كنقويش باش ما يمررش، وكندير واحد نص معلقه ديال البابريكا او الفلفله حلوه. صافي، وغادي نحرك هكا كندلك هاد الكفته وسط هاد ولا ما كايناش الكفته تقدروا ديروا السدر ديال الدجاج، تقدروا ديروا تعوضوه بحال هكا علبه ديال الطون باش ما بغيتوا، لكم الاختيار. صافي، غادي نحطها فوق البوطه باش كتشحر، وكنستمر عليها بحال هكا كتشحر والعجينه ديالنا راه كتخمر. كنديروا على عافيه متوسطه باش ما تطلقش لينا الخضره وما تطلقش لينا الماء. صافي، بعد ما طابت غادي ندير هنايا واحد 100 غرام ديال الشعريه الصينيه، بعد ما درتها في شويه ديال الماء سخون غير الماء دافي، وكنخليها حتى كتطلق. صافي، وكنقطعها بالمقص وكنضيفها بعد ما طفيت البوطه. حنا غادي نرجعوا للعجينه ديالنا وغادي نخليو الحشوه كتبرد، ضروري الحشوه تكون بارده، العجينه ديالنا موجوده. نتوما شفتوا كيفاش مدلوكه. صافي، غادي نقطعها بحال هكا على جوج، نقطعها هكا طوليه. وغادي نجي نقطع هكا كويرات صغار، حنا كنقادوهم بيدينا بعد ما كنقطعوهم هكا، الا كانت شي وحده كبر من وحده او هذا كنقادوهم. صافي، غادي نبدا بحال هكا نقرصهم، كنلولبهم بحال هكا كنردهم كويرات، استمر عليهم بحال هكا حتى كنصيبهم. صافي، وغادي نستفهم هكا فوق واحد الطاوله او طابله،
وغادي نغطيهم يرتاحوا باش تبرد لينا الحشوة. بعد ما بردت الحشوة حنا غادي نبداو نقرصو. انا غادي نستعن بالمدلك باش دغيا كيسر بينا ونقرصهم هكا رقاق. صافي كنقادهم. هنا غادي نعمرهم بالحشوه بعد ما بردات، وغادي ناخذ هنا الجبن هاد التشيدر وكنقطعو هكا الاربعه. صافي وكنعمر بحال هكا الفطيره ديالنا، كنضغط عليها. هنا انا درتو هنا هو الفوقاني، ونقدر نديرو هكا في الاول باش اللي بغيتوه يجي في الواجهه ديال الخبزه، لان ملي كنقلبو هكا الفطيره كنديرو الوجه التحتاني هو الفوقاني. انا غادي نعاود معاكم الثانيه. كنستمر على بحال هكا حتى كنقادها. انا غادي نجيب هكا الفرماج كنحطه هو الاول، وكنجيب الحشوه. نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديروه هو الاخر، تقدروا ديروه هو الاول، كيف ما درتو ليه تيجي مزيان. صافي كنضغط عليه بحال هكا كنسدهم الخبيزات ديالنا، كنحطهم على جنب. نزيد معكم الثالثه، لان الدلاك كنستعملو بالدلاك دغيا كي يعني كيعاوننا باش دغيا كنسالي ولا كانت عندنا كميه كبيره. كندير الفرماج وكنحط الحشوه من فوق الفرماج. صافي وكنجمعها هكا سهله. كنستمر عليه بحال هكا حتى كنكملو. وغادي نجيب واحد اللاطه، انا عندي اللاطه هنا دهنتها بالزيت وحطيت فيها هكا الفطيرات، وكنضغط عليهم شويه باش ما يجيوش اغلاط بزاف. كنضغط عليهم نقرصهم شويه. تنجيب المقص، انا عندي هنايا المقص ديال الكوزينه. نتوما تقدروا ديروا غير موس، الا ما كاينش المقص راه كديروا غير موس، راه كتقدروا تقطعوا به. وكنقطعها من الجناب بحال هكا، كنستمر عليها بحال هكا حتى كنقطعها، وتنضغط عليها هكا من الوسط. نزيد معكم الثانيه، كتجي سهلة. كيجي المنظر فيهم زوين، أخص ملي غادي يطيبو داك اللون الذهبي ديالهم. وعلى فكرة هي راه خامرة، غادي نخليوها دابا غير واحد خمسة دقايق. غادي نشعلو الفران ونخليوها واحد خمسة دقايق صافي، وكندخلوها الفران لأن العجينة ديالنا راها خامرة. صافي كنستمر عليهم بحال هكا حتى كنكملهم. صافي غادي نجيب واحد البيضه درت فيها شويه ديال الخل باش تحيد ديك الزفوره، عصفر ديال البيضه. صافي غادي ندهن. كندهن الوجه ديالها باش مني يتحمروا يعطيونا داك اللون الذهبي. استمروا عليهم بحال هكا حتى كندهنهم كاملين، وجربوهم ردوا عليا في التعاليق، راه كيجي ولداد وكيجي بنان. هنا غادي نجيب الزيتون، غادي نضغط واحد الزيتونه بحال هكا. بعد ما دهنتهم البيض هادو تزيين فقط. صافي كنضغط عليهم وندير شويه ديال الزنجلان هنايا، او تقدروا ديروا حتى الحبه السوداء حتى هي كتجي لذيذه وكتواتى مع الحشوه. صافي غادي ندخلهم الفران على درجه الحراره 200. انا كنخدم عليهم هنا الفرفاره، اللي ما عندوش الفرفاره كيخدم لتحت ديالهم حتى كيطيبوا، وكيعاود يخدم عليهم من الفوق على عافيه متوسطه. صافي كنوجدهم. انتم شفتوا معايا، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه
وديروا لايك للقناة باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. وكنقول لكم بالصحة والراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.